سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابو بكر الصديق اختلفوا مره مع بعض. دول ناس عادي، بشر عادي، ممكن يغلطوا كده، بس كان عندهم قلوب صعب قوي نحققها. خلينا اقول لكم القصه بتاعتهم وانتوا تشوفوا قلبكم ينفع يقدر يعمل كده ولا لا. كل واحد يوزن، كل واحده تقول قلبي استحمل ده. انت مختلفه مع فلانه صاحبتك، كل واحد فينا مختلف مع ناس، مفيش حد فينا مش مختلف. كل واحد عنده حد مضايقه، وكل واحد عنده حد غيظه، وكل واحد عنده حد كاربه ونفسه يتنسف من على وش الارض. كل واحد كده، مفيش حد مش كده، صح ولا غلط؟ انا غلطان يعني؟ ما حاسسني ان كلكم انا الوحيد اللي انا عندي حد عايز انسفه؟ اكيد يعني، اكيد يعني الناس كده. سيدنا عمر ابن الخطاب في مره من المرات حصل حوار بينه وبين سيدنا ابو بكر. الحقيقه سيدنا ابو بكر هو اللي غلط فيه، هو اللي بدا بالغلط. سيدنا ابو بكر اللي غلط، اللي تسرع وغلط، غلط في سيدنا عمر. فسيدنا عمر لما روح البيت، وده سيدنا ابو بكر لما روح البيت، فحس ان هو ايه غلطان، فقال طب خلاص انا اروح اعتذر لعمر. دي سياسه الاعتذار اللي بيحاولوا يعلموها لنا في التنميه البشريه، انك انت يعني ازاي تبقى عندك المقدره انك تعتذر. يعني انا غلطت مثلا، إيه انت تجيني المقدره ان انا ارفع السماعه على اختي دعاء لو انا غلطت فيها، ولا معلش انا اسف. انا اقول انا اسف ليه؟ عشان ايه؟ لا 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 لا، والله ما انا متاسف، والله ما انا معتذر، والله انا شقيت. ايه ده كبر. كبرياء طبعا. ربنا حتى قال في القران ان الذين يجادلون في ايتين ان في صدورهم الا كبر. حاجه صعبه جدا. انما لو واحد بقى رفع السماعه وقلت له خلاص حقك عليا انا اسف، يا سلام كل الدنيا. انا نفسي لو عملت كده الحاله الايمانيه اللي عندي وروحي بترتقي فوق، تسمو للسماء، مش بتنزل في الارض ان انا كده ذليت نفسي، لا. فسيدنا ابو بكر ما عرفش يقعد في البيت، راح طلع خبط على سيدنا عمر على الباب عشان يقول له انا اسف حقك عليا. فسيدنا ابو بكر لسه متنرفز متعصب. القران كان بيحكي على الجماعه المتعصبين دول، فحكي اصلا دايما اصلا عصبي، فلما لما يحصل لي كده اقعد اراجع اشوف مين في القران شبهي كده ولا مين. فقال سيدنا موسى عصبي لدرجه ان سيدنا موسى ضرب ملك الموت لما دخل عليه. عادي يعني عصبي. سيدنا عمر كان عصبي برضو، كان شديد، عنده عصبيه، لان دي طبيعه احنا اتخلقنا بيها. فلو واحده عصبيه عادي، هي طبيعه ربنا خلقها كده، مش هتتعدل. ما انتوا عارفين يا جماعه اصل الدعاء غالي عليها فلازم ادافع عليها. فشوفوا شوف هي اللي كشفت نفسها، انا كنت مداري الموضوع. فسيدنا عمر فتح الباب فلقى مين في وشه؟ سيدنا ابو بكر. هو لسه متضايق منه، قام قفل الباب في وشه على طول. حقيقه عمل كده سيدنا عمر. فسيدنا ابو بكر خد بعضه وراح رايح على فين بقى؟ شوفوا بقى، لو راح على البيت فهيدخل فمراته هتقول له مالك يا حبيبي، ايه اللي حصل؟ يقول لها صدق عمر قفل في وش الباب. يا ابن عمر، مين عمر ده؟ عياله هيتضايقوا من سيدنا عمر. سيدنا ابو بكر ما كانش عيل كده. سيدنا ابو بكر كان بيعلمنا حاجه عايزين كلنا نتعلمها. ايه هي بقى؟ سيدنا ابو بكر بيعلمنا انتقاء الالفاظ التي تجمع القلوب لا تفرق. يعني انقي اللفظ اللي يالف القلوب مش اللي يفرق القلوب. يعني مثلا انا مثال، في خلاف بيني وبين امال مثلا، فيجي حصل مثلا دعاء عارفه الخلاف، فالمفروض نقول الكلام، ننقل الكلام اللي بينه وبينها، يتنقل اللي يالف، اللي يالف قلوبنا مش اللي يفرقها. اقول الكلام اللي يالف مش اللي يفرق. فسيدنا ابو بكر وراح البيت وقال لزوجته كده، هتبقى اكيد قلبها هيبقى فيه حاجه، واولاده هيبقى قلبهم فيه حاجه. فما رضيش يروح على البيت خالص، خد بعضه وراح الجامع. وهو رايح المسجد كان الصحابه كده، اللي يغضب يروح الجامع، واللي يغضب من مراته يروح الجامع، واللي يغضب مش عارف يروح الجامع. سيدنا علي بن ابي طالب في مره من المرات اختلف هو السيده فاطمه، فغضب ساب لها البيت وراح نام في الجامع. فالنبي راح لسيدنا علي البيت فما لقاهوش، ففاطمه طلعت فبيقول لها فين جوزك؟ قالت له غضب، غاضبه منا. قال لها غضب وراح فين؟ قالت له يعني هيروح فين؟ راح الجامع. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما راح، سيدنا علي كان نايم على الارض كده على التراب وبتاع، غضبان قوي متضايق، فنايم في الارض كده. فالنبي قال له قم ابا تراب، قوم يا حبيبي، مالك زعلان؟ حد يزعل من فاطمه؟ تعالى تعالى. وخد النبي وروحه وصالحه. شوف البساطه بس اللي كانت مع النبي. فسيدنا ابو بكر لما راح الجامع، سيدنا عمر شافه، سيدنا النبي شافه، فقال ان اما صاحبكم فقد غامر. الراجل اللي جاي ده اهو غامر، يعني زعلان غضبان. مشيت سيدنا ابو بكر فيها عصبيه، فيها لهجه. فقد ايه؟
غامرة، غامرة يعني خاصمة أو في عنده حاجة مع الصبام ده إيه يعني، أو زي ما إحنا بنقول يعني مراته بتجاله ألمين أو حاجة كده بعد الروايات الضعيفة. فلما دخل سيدنا أبو بكر على النبي فجلس جنب النبي كده، فالنبي بيقول له ما لك يا أبا بكر؟ قال لا شيء يا رسول الله، يعني شعرت بشيء من ضيق النفس فجئت أجلس إليك. أنا حسيت إن يعني نفسي متضايق كده فقلت أجي أقعد معاك شوية كده أغير جو وأغير أموري تبقى كويسة وأبقى كويس أوي. فالنبي قال لا يا أبا بكر، ماذا فيك يا أبا بكر؟ أخبرني فإذا أخبرتك أنا. يا تقول لي أقول لك أنا. قول لي في إيه بالظبط؟ قال رسول الله، بصوا بقى سيدنا أبو بكر هيفتح محضر قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بصوا المحضر هيتعمل إزاي يا جماعة عشان تبقوا عارفين بقى. شوفوا الجمال وشوفوا القلوب. لو قلوبنا كده هيبقى إحنا كده، يبقى كويسين. لو قلوبنا مش كده يبقى اكيد ليله القدر ما هتنفع، رمضان ما هينفع، لو جاب لنا السنه كلها رمضان مش هيتاثر فينا. لازم قلوبنا تبقى كده. ده التارجت اللي انا عايز احققه، ان انا عايز اوصل يبقى قلبي كده زي القلب ده. قلبي يبقى سهل كده، بسيط كده، ميسور كده. نفسي قلبي يبقى كده مع صاحبي، مع صديقي، مع صديقتي، مع جاري، مع جارتي، مع والدي، مع والدتي، مع الناس كلها. لازم القلب يبقى كده. قال لي يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، كان في حاجه كده مش هقول لك عليها يعني، مش لازم احكي لك. بيني وبين مين؟ ابن الخطاب. فالنبي عرف ان سيدنا ابو بكر في قمه غضبه كده وبيكلمه عادي، ما قالش عمر، ما ذكرش اسمه. وكان العرب لما يكرهوا شخص او يتضايقوا منه ما يذكروش اسمه ابدا. لغايه دلوقتي احنا نقول المخفي، مخفيه، صح كده، الناس اللي انتوا بتحبوهم يعني، فتلاقي ناسك بتقول الكلام ده. فقام قال لها، قال له كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعته. شوف كان فأسرعته الخطأ فيه، أنا اللي تسرعت، أنا اللي غلطت فيه الأول، أنا اللي عملت كده. ثم إنني ذهبت إليه لأعتذر إليه، بعدين رحت أعتذر له. سيدنا أبو بكر قاعد يفكر في كلمة تجمع قلب النبي على قلب سيدنا عمر، مش تفرق، ركزوا. فلو قال له قفل في وش الباب، يا خبر أبيض، معقول؟ فقعد يدور على اصعب كلمه، فاصعب كلمه قال لي، قال له ايه؟ قال له رحت اعتذر له في البيت فابى عليا، رفض، ما قبلش عذري، مش قفل في وشي الباب، ما قبلش عذري. ثم ان عمر ندم. خلاص شفتوا المشهد ده؟ سيدنا ابو بكر راح سيدنا النبي، قاعد مع سيدنا النبي، خلاص تمام، وبيحكي معاه. سيدنا عمر بعد شويه، ايه اللي انا نيلته ده؟ ابو بكر جه اعتذر لغايه البيت وبتاع، فندم. فقال طب خلاص اما اروح بقى ايه؟ اصالحه. فراح لبيت مين؟ أبو بكر، فطرق الباب على أبي بكر، فخرج له ابن سيدنا أبو بكر. شوفوا بقى، فبيقول له أين أبوك؟ فين أبوك؟ قال خرج، ذهب إليك، هو قال لنا نروح عندك. فسيدنا عمر فهم خلاص. لو سيدنا أبو بكر كان رجع البيت وكان قال لأولاده ده حصل كيت وكيت من عمك عمر، كان لما جه سيدنا عمر كان ابن سيدنا أبو بكر قفل في وشه الباب واحدة بواحدة، مش كده؟ لكن لا، ما حصلش، وده الأدب بقى. فسيدنا ابو بكر عرف، سيدنا عمر عرف انه راح فين عند سيدنا النبي، فجي لي على المسجد. فلما سيدنا عمر راح الجامع لقى النبي قاعد وابو بكر قاعد وفي ناس قاعدين مع النبي عليه الصلاه والسلام، فسلم وجلس، قال السلام عليكم وجلس. فالنبي ما ردش على سيدنا عمر، ما ردش السلام. فراح جه قاعد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، بيكلمه. فراح النبي التفت الناحيه الشمال، فراح سيدنا عمر جه الناحيه الشمال قاعد جنب، فالنبي التفت الناحيه الثانيه، بيدي كل الفرص. يعني انا لما جيت جنبه بص الناحيه الثانيه، هو عنده حسن ظن، ممكن يكون مش واخد باله فبيلتفت يكلم فلان. طب اما اجي لك بقى في الناحيه الثانيه عشان اتاكد ان انت فعلا مش عايزني انا. فلما اتاكد من كده قال يا عمر، يا رسول الله، والله لا خير في حياتي الا بترضى عني. لا لا لا، ده انا اقتل نفسي لو انت مش ترضى عني. شوف الكلام، تخيلوا بس سيدنا ابو بكر يعمل ايه. تخيلوا كده، شوفوا القلوب. سيدنا ابو بكر يعمل ايه؟ هل سيدنا ابو بكر قال له ايوه تستاهل عشان تبقى عارف انت بتتعامل مع مين، عشان تبقى فاهم الموضوع؟ ابدا. فجثى ابو بكر على ركبتيه امام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول، يا رسول الله، والذي بعثك بالحق انا كنت له اظلم، ده انا اللي كنت ظلمه. والنبي يقول لسيدنا عمر يمسكه كده ويقول له، يا عمر، لما جئتكم بالحق قلتم كذب وقال ابو بكر صدق، فهل لا تاركوا لي صاحبي؟ سيبولي صاحبي، سيبولي بقى، كفايه كده. النبي انفعل قوي، سيدنا عمر يبكي وسيدنا ابو بكر يبكي ويقول، يا رسول الله، والله ده انا اللي ظالم. هون على نفسك، ده انا اللي ظالمه، هو عنده حق، ده انا اللي غلطان. سيدنا ابو بكر فتعانق وجعل يبكيان،
ايه القلوب بقى دي؟ هل احنا قلوبنا كده؟ احنا كده، احنا الاشخاص دي، احنا اللي عايزين ليله القدر بقى ونعيط ونصوت ونهدر ونرفع ايدينا، احنا ده؟ انا بعمل كده، قلبي كده